راه يصوني، كين ندير باش نواجه؟ يا ربي سيدي، وكين ندير لهاد العجب؟ قالت لي غير الى بحال نمسح بصبعي وغادي يهبر. ها ترانسيي. الو ما يا حليلي، راه يقول لي ما الو عمي نوال عمرينو، هات ساينو، ها منيرينو، عاد حن الله على هاد التليفون وخدم، ملي مشيت وانا نصوني والو. يا ما نفهملوش، الحبيب ديالي عاد جات عندي نورية او عداتو لي وقالت لي اما حضيه غادي نصوني لك انا ولا مولير، كي راك اما ديالي وكي راها عمتك والسي حسان. ايوا الحمد لله اما حنا الامور راها ماشيه بخير، مرقيه بخير عليها، مسكينه ملي تفيق وهي في الكوزينه وبا حسن مقابل المحل ديالو، المهم كل شيء مزيان. هذا اللي بغيتها ولدي، غير تكونوا لاباس وندعي معاك الليل مع النهار، يبعد عليك ربي كل المصايب ويجيب لك غير السهله في الامور. امين اما امين، الله يطول في عمرك. وريني انت كي راكي واش تتحكي، وكي راه عمي رابح مرلي فيك شويه ولا والو؟ يا الحنين ديالي، كنت منسى في هاد الحيوط غير بختك، هاو ملي مشات كترو تقب فيهم عييت ما نرقع والو. عمك رابح الا ما زادش عواج ما يتسقدش، اقدر عليه الله القدره وما تتلو البقره، وراه داير لنا واحد الفضيحه ربي هو اللي يسلكنا بها، ولا غادي يخرج على اختك وعلى زواجها. غيب شويه ما غيب شويه وفهميني الاول، بعدا ما نبغيش نسمعك وانت تبكي، وانا بعيد عليك راني كنتقطع عامها، ولا ما خلاكش ترونكين راني حلفت والله ما نخليك عنده. ما بغيناش نهزو عرش الرحمن على كبركم، بصح باش يبكيك ما نبغيش. واه ولدي واه، كان الصداق ديال اختك واش راه بقره وجاب شي وحده تحلبها، من اللي ولدي دارت فيها يديها وهي تزقي، ربي اللي خلقها تا لقيناها ميته. كنا رزق بنتو اللي داروا الله الشرط باش يتحلل الزوج والزوجه لبعضياتهم، لا حول ولا قوه الا بالله. ايوا امي انا ما نعرفش، هو دار رايو، ربي يخلصها ولدي ربي يخلصها. صباح الخير نوره، كي صبحتي وكي راكي ارتحيتي شويه؟ انا راني مليحه، انت كي راك مع الخدمه؟ ما نعستش مليح في الليله صباح شاد الطريق، كلشي بسببنا وياك. لا ما تقوليش هكك، انا وياك واحد وما كاينش الفرق بيناتنا، ما انتي سبب ما والو، عادي الاحداث في الحياه كتجدد وما يمكنش نكونوا عايشين الدنيا على صفحه بيضاء، ولا بد من العقبات في طريقنا. ايوا سعداتك انت قريتك نوراتك وحلاتك العينين باش تشوف الضو فين ما ظلمت عليك. يا انا ما نفهم والو، راك شفت غير با معدا اللي ما عنده قرايه وكي دايره فهمتو. ايوا المهم طلع يدرك في راسك حتى نكمل الخدمه ونصوني لك، ولا حتى المور التراويح ونحضروا على خاطرنا. صافي واخا بالسلامه. ايوا تهلا في راسك. هيا بالسلامه. يا انت يا مرت خويا بغيتي تطيحي الدلع العزايجات القادات، عندها زوج عزبات والعروس وكل نهار تهزي القصعه وتعجني عليهم، واش راهم دايرين القبص ليديهم مالكي؟ الله يستر الياقوت، راني عاد بصحتي وما يصبحوا ناعسين، يا انا نفيق نحايد العجين والكسوان نشرها نتحرك، واش نبقى غير ممدوده؟ يا مزين ها سلعه عندك، ماشي الفضايح هادي 12 على حال وهما كل وحده مبلعة لبيتهم ورعاه، هذا من اللي بدا رمضان ما شت شي وحده صبحه فايقه. ابناتي ما يدخلوا للكوزينه حتى المور الظهر، في رمضان واش غادي يديروا الغداء؟ وبنت الناس كتبقى فايقه مور الفجر حتى تجمع وتقفط وتغسل الماعن، وعاود هانيه فاقت مع ياسين سقداتو، واش تيخرجوا من بيتهم يديروا؟ راهم ساقرين يدبروا رواحهم. الصنطيلي كنت ماشيه اليوم غادي نوري لك الاول كي ديري لهم عاد نروح. الياقوتي والله ينعش الشيطان. ارجايوك ارجاي. يا ربي خلي ياقوت. يا والله حتى ندير شرع يدي باش نبقى تاكله عليك وتحرقي لي في الدم. لا لا مولاتي اتقعدي كرسني وتشوفي صوالحك، واش راكي حافظه في البيت؟ الناس دخلوا بلاد وخرجوا بلاد، نعزمي ايوا. هاديك الطويله العليله انوضي وانوضي، تكلنا عليك بكري، شنا الا قابلتي الكبار المعقازه يا المعقازه. عمتي مالكي راكي فزعتيني وخلعتيني، واش تا كاين مالكي؟ انا فزعتي الله اكبر، موتي كاع ترابي هز كلشي، فين نمدوكم وما نضر ديروا في هاد الديوان بهاد الحال. انتي يا نوضي من تما ديك المنمشه، اشفتك مشيتي للدش ووليتي، اما تحشميش ها يا منا هي اللي تعجن وتنشر عليكم، يا انتوما يا العزبات مركنين في البيت. يا عمتي رانا فايقين ورانا في بلاصتنا نقراو القران، مين يجي وقت الشغل غادي نمشيو للكوزينه.
وما برمضان ولا بلا رمضان كتعجن، واش تا فيها؟ اي 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 على واش تا فيها؟ يانا نمشي نروح ما نديرش العيب، ما نبغيش الصداع ونتمشى غير طرف طرف، ومن راني ننصحكم وليت شينا وياكو. امالك يا عمتي درتي الزلزال في الدار، غادي نوضو ونخدمو واش نطيرو؟ كاع الناس كيبدلو السيستم في رمضان. يا ودي لقيتو الغلب على باكم وامكم وزدتو تحزمتو بهذا لا وتردوها على دينكم. اشحال فادو بنات بالزايله يمشيو يسقيو وانتوما دايرين لكم خويا الماء والموتور والسقايه وما بغيتوش تحشمو. ايوا الحمد لله وبقى فيك الحال، بغيتينا حتى حنا نوضو نسقيو؟ مالك عمتي خلعتيني وقفزتيني، امالي ما وما دير ليش هكاك باش تفيقني. الو السلام. الو السلام. ها خويا منير الحمد لله، وانتايا؟ خوها مسكين صونالها لالا زينة وزادها نور الحمام، كانت حاجبة مع خوك ومشا وخلالها التربية الصغيرة، درك كل مينوت ترن ترن أتما تبقى غي هادي ما هذا با هذا راجلي هذا خويا، وانتو ما عريو على دراعكم ووجدوا لها وحطوا لها كيتكم. يا عمتي العزيزة واش راكي معصبة ولا راكي تجمعي العود الرقيق وبغيتي تشعلي النار؟ يا عمتي ملي فقتي وانتي غط هضري غط هضري، الهضرة اللي تشعل النار، براه ما يبغيش هكا وربي راه ما يبغيش هالطحراش، خليها تعيش كيما بغات، خويا اللي كانت توجد له وتهز عليه ما كاينش، هزي التسبيح انتي واستغفري شوية وخليك بيها راها أمانة عندنا. واه عمتي راه قالت لك غير الصح، روحي شدي شي تسبيح ولا شدي شي قرآن وروحي تقراي في واحد البيت ما كان لي يقلع لك. هاك يا الياقوت وشدي على قلبك، تقادو الكتاف وليتي انا صاحبتكم كلمه بكلمه، غير باكم يجي يديني يركبني ما نقعد معاكم هنا مينوت. ايوا لا عمتي ماشي هاكك، زعما كاين شي حوايج يبانوا لك عاديين وهما ما يصلحوش. يا روحي روحي لشغلك فلوسي ولي البابا النقب. واخا خويا شكرا. صباح الخير نورية، بلغي له السلام. ها راه نبلغها لك السلام سيهام اخت ياسين. الله يسلمها. يلا اختي في امان الله حتى لساعة واحدة اخرى، وفوق ما بغيتي تصوني ما كاينش مشكل. ايوا سلم على عمتي رقية بزاف بالسلامة. صباح الخير نورية، يحسب لي كملتي الهضرة ودخلت عليك سمحي لي. لا معليش بحال بحال. مسكين منير توحشك. هواه ها شوفي ما ديريش على عمتي، حنا موالفينها هكا دايما. لا معليش. احقا علاش ما تزوجوش خوك؟ والله كان انا بحالكم تشوفوا له هكا شي بنت الناس وشي بنت العائله هكا حاجبه في الدار، حسن ما تدور به شي وحده بردك تما في طنجة وتديه وما تبقاوش تسمعوا حتى صوته. كيفاش اختي؟ نفهمك يا نورية، راكي عارفه البنات يبغيو شي واحد اللي بعيد على عائلته باش يعيشوا الحريه ديالهم، وهو ما عنده حتى تما، خطبوا له من هنا وزوجوه المراه اللي ديروا في عينيها واللي بعدا حداكم وعينيكم عليها وتعرفوا واسمو فيها، البعد راه واعر، تخاف تديه وما يولي يسول حتى فيكم ما بردك. وياكي وان شاء الله يتزوج شي وحده غير من هنا ونتهناو عليه. شي وحده غير من هنا؟ زعما ما تقوليش ما نلقاوش كيف كسيهام. يا ودي بردي، واش الصبح شكون اللي راه باغي يهرس الباب؟ عمتي لبستي جلابتك براه ما يجي حتى العصر غير ريحي. عمتي ومالك يا بنت خويا غير شتيني نخلعتي وجهك صفار، واش ما بغيتينيش نجي؟ لا ها عمتي مرحبا بك ها، غير زعما قلت كنت قريب تخاطو انتي عمتي الياقوت. راني عليها اللي جيتي بان لي حال اللي عجبها الحال، وقلت ولا بودا نحط رجلي تما نشوف واسمو اللي شدها. وربي العفو امين فتي افت من الباب. مالك انتي هانيه واش هوت من السماء؟ سلامه الهرابه تقيت الشهادات السكنة. يا سنت اللي لاباس بخير؟ لاباس الحمد لله. ها والله الا لقيتيني نوجد في روحي، ابغيت نخرج وانتي خلطي. يا قلتي ما تجيش وقطعتي لي الياس كي صرات لك. ايوا درت عامره في خاويه وجيت نتوانس ونقعد شويه مع خويا الخاوة حد هاد الدنيا الله الا. ايوا واه تنا شحال عييت فيك، هي والبنات كي درتيهم خليتيهم وراك وحدهم؟
يا ودي سكتي عليا، هما اللي مخليني بوحدي، وحده تمشي تخدم ووحده تمشي تقرا، يجيو ياكلوا ويشربوا، وحده تمد رجليها تسرح حدا الطابله لحقاش عيانه، والاخرى عندها الحفاضه. ايوا وعصبوني وسمحت فيهم وجيت. ايوا زين ما درتي، خليهم يضربوا في الصح ويوجدوا على رواحهم. ايوا من الخير نقعدوا معاهم حتى نفوت كاع 27 ونمشيو نروحوا وياكي. ايوا ان شاء الله. فين راها يامنا؟ مشات تنشر الحوايج هكا الضل، طالعه مع الدروج هاوده وما تقعدش، فرحانه بصحتها وبغات الراحه لبناتها، غادي يجيها بوزلم ويقرمها وتهنى. وفين راها العروس؟ ياه العروس، ماشي العروس، راه واحد لالا، واحد لالا غادي تشوفي بعينيك. هي وارب احنا على الشيطانين. واه يا ودي واه، ندبح ونسلخ ونبيع اللحم بنص الثمن، هذه دخلت لي الشك في كاع اللحم اللي وراوني، اني مصيبه. الو الو خالتي يمنى، كي درتي؟ السلام امي، واش انت ياسين؟ لاباس، راني مليحه. راه تما عمي رابح، واه راه في الحوش الفلور راي، وراه عاد دخل وراه يدي ويجيب في الحوش. رابح رابح، هاك التليفو. انت العين قدامي، خليني نكمل صيامي، راني جايف وما بغيتش نشوف قدامي. هاك ياسين، ياسين راه يهضر في التليفو، بغالك شي حاجه؟ جايبين لهنا. الو ياسين، اواش صافي وجدت لي الصداق؟ الو عمي، انا راني خدام غير في الساعه وغادي نقطع، اشوف واحد الساعه وغادي يوصلوا عندك الكاميون ديال البلديه والطبيب البيطاري يشوف مالها البقره ويهزوها من تما. وين ما دير الريحه يا شكون قال لك بغيت شي طبيب ولا بلديه؟ دير اللي قال لك راسك، واش تمشي لي حوايجي انت برايك؟ شكيت عليك؟ اصدق عمي غير نساه، وبنتك راها مرتي على سنه الله ورسوله، ما راها لا حرام عليا لا والو، اللي حرام هو فلوس الصدق اللي شريت بهم البقره وما استنفعتش بهم البنت، ما باركش فيهم الله، استغفر الله وربي يعوضك خير. السلام عليكم المتابعين الكرام، كنكون جد سعيدة وأنا كنقرا الإجابات ديالكم على الأسئلة والتفاعل ديالكم، ما تبخلوش علينا بالتعاليق والمشاركة بإجاباتكم القيمة، وكل شي في ميزان الحسنات. الجواب ديال الحلقة الماضية هو أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت اسمها رملة بنت أبي سفيان. أما سؤال اليوم، فما هو الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة لتقوله في ليلة القدر؟ اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اكتبنا من عتقاء الشهر، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.